اليوم كما لاحظتوا بناء على الطلب ديال واحد مجموعه ديال الفروق المجموعه النيابيه، يعني حضر السيد وزير الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات لهذه اللجنه اللي من خلاله استمع الى مجموعه من طلبات ديال الفرق حول مواضيع اساسيه ومهمه اللي كتشغل بال الرائد العام الوطني، الا هي اولا هي الاستعدادات اللي اتخذت لهذه الحكومه من اجل هذه المناسبه المباركه ديال عيد الاضحى، وكذلك ديال يعني الاجراءات المتخذه من هذه الحكومه لمواجهه اثار الجفاف. ومن خلال العرض ديال السيد الوزير يمكن نقول الا انه كان عرض جد مطمئن، اللي من خلاله تكلم واحد مجموعه ديال الاجراءات المتخذه لا في مجال التخفيف من اثار الجفاف ولا في مجال الاستعدادات يعني بمناسبه عيد الاضحى. ولعل التساؤلات الكبيره اللي كانت مطروحه هي هذه المساله ديال السيرات ديال الاغنام، ارتفاع ديال الاضاحي ديال العيد الى ذلك. اليوم تبين ان الحمد لله ان غيكون واحد الاكتفاء كبير، غيكون الحمد لله الاضاحي غتكون متوفره في الاسواق الوطنيه، وخصوصا كما لاحظنا انه الطلب كيكثر في الاسبوع الاخير ديال قبل عيد الاضحى، واللي فيما يخص كاين تبين ان كاين هناك دعم مباشر لهذا الاستيراد. اولا علاش؟ لان كان عندنا نقص كبير فيما يخص هاد الرؤوس ديال الاغنام ودال المائز على المستوى الوطني، وهذا كان بسبب اولا بالسنوات الجفاف اللي كان يعني سنوات حاده وجد حاده ثلاث سنوات متتاليه، وكذلك ما نساوش الازمه ديال الكوفيد والازمات العالميه اللي خلت ان كاين واحد النقص كبير وحد في القطيع الوطني. ولكن اليوم كاين الحمد لله يعني طمانه، كاين استعدادات قويه من لدى الحكومه لتوفير العيد الاضحي، وان الاجهزه ديال الدوله كلها تشتغل من اجل يعني المحاصره هاد المضاربين، محاصره كما كيقولوا الشناقه، باش يكون الثمن في المستوى ان شاء الله الرحمن الرحيم، ويكون يحافظ على القدره الشرائيه ديال المواطنين. طبعا اليوم تمت مناقشه مجموعه من المواضيع، بينها موضوع المخطط الاصلاحي التوجيهي لاسواق الجمله الخضر والفواكه. طبعا هذا المخطط يعرف مجموعه من الاشكاليات، اولها البنيه التحتيه وعدم جوده والخدمات المتوفره اولا للمستهلك وللمنتج اللي هو الفلاح. ثانيا يشوبه اطار قانوني قديم 1962، لا زال هذا القانون هو الذي يسطر اليات تدبير وتسيير هذه الاسواق بالجمله. آن الأوان إلى تطبيق وإعطاء واحد الميزاجور لهذا الإطار القانوني حتى يتم التحكم في هذه الأسواق. كذلك تمت مناقشة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لهذه السنة. طبعا الوزارة وفرت الأعياد من خلال الاستيراد من خارج البلاد، لكن ما يعانيه هذا الاستيراد هو عدم تسقيف الأثمنة، وكذلك تدخل السماسرة والمضاربين في هذه الأثمنة. لابد من إعطاء تدابير وصرامة في هذه المضاربين وهالسماسرة حتى يتم حماية المستهلك من هذه المضاربين. الموضوع اللي كنذكروا عليه اليوم هو واحد الموضوع اللي هو مهم جدا وكيهم المغاربه كاملين، بحيث اننا كنذكروا على الغلاء ديال عيد الاضحى، وهذا واقع اللي ما يمكنش نكروه. كذلك كنهضروا على الطابع ديال هذا المحصول الفلاحي في ظل الازمه اللي كاينه حاليا، لا الازمه ديال الجفاف ولا الازمه ديال الحروبات الدوليه اللي كتاثر كذلك على هذه الحصيله هذه. حنا بغينا ولا كرهنا كنعترفوا بان راه كاين الغلاء، ولكن هذا الغلاء راه عنده ظروف، والظروف رحنا كاملين واعيين بها، وحنا كنواب ديال الامه خصنا نوعيوا المواطنين ونوصلوا للاقاليم ديالنا هذه الرسائل هذه باش يفهموها، لانه دوزنا سنوات ديال الجفاف متتاليه وكذلك سنوات ديال الحروب متتاليه عبر العالم. هذا الشيء ما كيجعل الا انه كيأثر على المحصول لا الفلاحي ولا كذلك على الغلاء ديال عيد الاضحى. بالنسبه لاسواق الجمله، اسواق الجمله بصفتي كنت كنترأس المهمه الاستطلاعيه ديال غلاء الاسعار، قمنا بزيارات اسواق الجمله وضعنا تقرير. كاين فيها اختلالات ما نكروهاش، كاين دائره ديال الشناقه، كاين هذه المشاكل هذه كلها، وانما دابا حاليا بالسوق النموذجي اللي كانت تعمل في مدينه طنجه اولا ودابا اللي كاين في مدينه الرباط، الطريقه ديال التدبير ديال هذه الاسواق هذه راهي كتحسن، خصها تكون عندنا اراده. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.